ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي عاطف محسن. هحكي لكم النهارده حكايه حقيقيه، قصه طفل. الطفل ده اسمه زياد. زياد طفل اصم، عنده 6 سنين، بيعيش في مدينه اسمها سراييفو في البوسنه. في 2003 تبنت الحكومه البوسنيه قانون بيتيح للاطفال ذوي الاعاقه ان هم يندمجوا بشكل كامل في المدرسه، يندمجوا بشكل كامل في المجتمع، وده طبعا كان يشمل المدرسه. معنى كده ان الطفل ان الاطفال الصم يقدروا ان هم يروحوا مدارس عاديه، مش محتاجين ان هم يروحوا مدارس خاصه بيهم او ان هم يبقوا يعني بعيد عن بقيه الاطفال. وكان المفروض ان هم هيوفروا لكل طفل شخص متخصص يبقى معاه، بحيث انه يترجم له ويساعده انه يشارك في الانشطه المدرسيه. بس للاسف ده ما حصلش لضعف التمويل، وسابوا الموضوع لكل اسره ان هي تتصرف. شهر سبتمبر جه، زياد راح المدرسه، راح الفصل، قعد على الدكه. بس في الوقت ده ما كانش فيه حد في المدرسه يعرف حاجه عن لغه الاشاره. زياد اكيد شعر بالوحده، وما كانش مقبل على انه يروح المدرسه، ما حدش عارف يتواصل مع حد، وما حدش عارف يتواصل معاه. لحد ما مدرسه زياد قررت انها تعمل حاجه. الحاجه دي كانت انها تتعلم لغه الاشاره عشان تقدر تتواصل مع زياد. لكن اهل زياد كان عندهم فكره احسن، وهي ان مش بس المس تتعلم لغه الاشاره، ولكن بقيه الفصل بتاع زياد كمان يتعلم لغه الاشاره. وخلال 3 شهور كان كل الفصل بتاع زياد يعرف لغه الاشاره وبيتواصل مع زياد. زياد بقى طفل سعيد مقبل على المدرسه، زياد اكيد مش هيبقى وحيد من اللحظه دي. في مليار، طبقا لمنظمه الصحه العالميه، في مليار شخص على مستوى العالم بيعاني من الاعاقه. معنى كده ان كل من ما بين كل 7 اشخاص في شخص ذوي اعاقه. في 34 مليون طفل بيعاني من الإعاقة السمعية، 80% منهم بيعيشوا في الدول النامية. الأطفال دول بيعانوا بسبب عدم قدرتهم على التواصل مع المجتمع، بيعانوا من التهميش والإحباط، وفي كتير من الأحيان ما بيقدروش إن هم ياخدوا فرصتهم في التعليم زيهم زي الأطفال الطبيعيين. تخيل معايا أسرة عندها طفل أصم. الطفل ده ممكن يكون قريبك أو أخوك أو ابنك. تخيل حصل تجمع، عيد ميلاد، عيد أضحى، راس سنة. تخيل الطفل ده في الوقت ده هيبقى بيعمل إيه؟ في الغالب هيبقى واخد جنب، منعزل، شاعر بالوحدة، شاعر بالعزلة، لأنه مش قادر يتواصل مع بقية الأطفال اللي زيه، سواء كانوا أصحاب أو قرايب أو حتى أخوات. تخيل معايا إن في لعبة تقدر تخلي الطفل ده يعلم بقية الأطفال دول اللغة بتاعته بشكل ممتع وسهل وبسيط. تخيل إن هم بقوا قاعدين بيتفاعلوا مع بعض، بيضحكوا، بيلعبوا، وبعد ما يخلصوا لعب هيقدروا يستخدموا الإشارات دي إنهم يتواصلوا مع بعض. عشان كده إحنا عملنا لعبة بتمكن الطفل الأصم إنه يعلم الأطفال اللي بيسمعوا لغة الإشارة بشكل ممتع وجذاب، وسميناها ساين هيروز، أو أطفال أو أبطال الإشارة. الموضوع ابتدى في 2014 لما قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بعمل ورشة اسمها Design for Integrated Living. كان الهدف منها مساعدة ذوي الإعاقة وحل مشاكلهم اليومية. فجاب أصحاب المشكلة اللي هم ذوي الإعاقة، وجاب المصممين، أنا كنت منهم، وجاب ناس من أفراد من المجتمع المدني، وقعدنا مع بعض. وأنا كنت بشتغل مع مجموعة من الصم وضعاف السمع.
بصراحة قبل الورشة دي أنا ما كنتش أعرف أي حاجة عن ذوي الإعاقة غير إن هم كل أربع سنين بيجيبوا لنا ميداليات ذهب في البارالمبياد دي الأولمبياد لذوي الإعاقة. لكن ما كنتش أعرف حاجة عن حياتهم، عن التحديات اللي بيقابلوها بشكل يومي، عن آمالهم أو غيره. فابتدينا أول حاجة نعرف عنهم أكتر، يومهم ماشي إزاي؟ إيه اللي بيقابلوه؟ إيه هي آمالهم في الحياة؟ إيه هي الإحباطات اللي بيقابلوها؟ والتحديات اللي بتعيقهم على إنهم يشاركوا بشكل فعال في المجتمع؟ وده أوجد عندنا تعاطف ناحية مشاكلهم وناحيتهم. التعاطف ده كان سبب ان في وجود رغبه ان احنا نغير هذا الايه الوضع. فابتدينا نشوف المشاكل اللي عندهم، كان عندهم اكتر من مشكله الحقيقه، منها مشكله التعليم. الصم ما بيقدروش يكملوا تعليم ما بعد المدرسه، غالبا بيخشوا كليات معاهد متوسطه او معاهد خاصه، لان الكليات ما فيش فيها مترجمين يقدروا يترجموا لهم ويفهموهم المناهج والمحاضرات. عندهم مشكلة تانية في موضوع فرص العمل، وده عامل جزء كبير من البطالة موجودة في ذوي الإعاقة وفي الصم. عندهم مشكلة في نظرة المجتمع ليهم. مرة بيحكوا لنا ازاي قد ايه الموضوع بيقلمهم لما يبقى فيه اتنين من الصم بيتكلموا مع بعض مثلا في محطة ترام او مترو، او بيكلم التاني في الموبايل بالاشاره، والناس بصلهم على انهم حاجه غريبه، aliens، ناس مختلفين كده، قد ايه ده بيقلمهم. لكن اكبر مشكله كانت بتقابلهم هي انعدام التواصل، مش قادرين يتواصلوا مع مجتمعهم. لما جينا بصينا على المشكله دي لقينا ان احد اهم اسباب المشكله دي هي ان مفيش لغه مشتركه. احنا ما بنروح مدينة جديدة أو بلد تانية لإلا بنبقى عارفين لغة أهل البلد فبنعرف نتواصل معاهم، أو هم عارفين لغتنا، أو في لغة مشتركة بنستخدمها إحنا الاتنين عشان نفهم بعض. فمن غير لغة مش هنفهم بعض. الصم بيستخدموا لغة الإشارة. كتير منا فاكر إن لغة الإشارة دي شيء غريب، حاجة يعني صعبة، يعني صعب ان اتعلمها، يعني لغه الاشاره واستخدم ايدي، مع اننا يوميا بنستخدم لغه الاشاره وبشكل عفوي. لما بنحب نقول لحد اصبر بنعمل له كده، لما حد بيطلب مننا حاجه بنقول له من عينيا، لما بنبقى مخنوقين من حد بنعمل كده، مش كده؟ بالعكس، ده في مهن بتستخدم الاشاره بشكل اساسي، زي قائد الاوركسترا اللي بيقدر يتحكم في 100 عازف على المسرح بحركات ايده، او حتى سواق الميكروباص اللي بيقدر ان هو يقدر ان هو يتواصل مع الركاب عن طريق الاشاره. مين فيكم ما يعرفش الاشاره دي او دي؟ فقلنا طب ما هي الاشاره جميله اهي، وحاجه مش بعيد عنا، يعني احنا بنستخدمها بشكل عفوي وجميل، وحاجه قريبه من ثقافتنا، ويعني ما هيش حاجه غريبه وجميله، لطيف ان احنا نعملها يعني. فقررنا ان احنا نستخدم تصميم الالعاب او الجيميفيكيشن في تعليم لغه الاشاره، نخلي تعليم لغه الاشاره عن طريق اللعب. فاول فكره جت لنا ان احنا نعمل جهاز يتحط في الاماكن العامه زي محطات المترو او الترام او محطات الاتوبيس او المولات، بحيث ان الشخص هو واقف منتظر الترام او منتظر الاتوبيس او صاحبه اللي بيشتري حاجه يقف يشوف نفسه في شاشه ويشوف الاشاره ويحاول يعملها، عملها صح ممكن يكسب حاجه، ممكن تبقى تذكره مترو مجانيه ولا حاجه. وعملنا للكلام ده نموذج بروتوتايب. البروتوتايب ده خلانا نقدر نعرف اكتر عن الفكرة بتاعتنا، نقدر نختبرها، نشوف رد فعل الناس هي عجبتهم في ايه ما عجبتهمش في ايه. مش لازم البروتوتايب ده يبقى حاجة سوفيستيكيتد او معمولة بشكل معقد او كده، حاجة بسيطة جدا. يعني الصورة اللي بعد دي هتشوفوا فيها مثلا البروتوتايب بتاع الفكرة دي، عبارة عن خشب، حطينا شاشة كاميرا وابتدينا نجرب. الفكرة عجبت الناس اللي اختبرتها جدا، بس لما ابتدينا ندرسها اكتر لقينا ان في مشكله.
ان هي هتبقى مكلفه قوي. احنا هنضطر نعمل نجيب اكويبمنت، نعمل جهاز ونجيب شاشه وكاميرا وحاجات يعني فيري هاي تك، وده مش هيخليها متاحه لكل الناس. فقلنا نطور الموضوع اكتر. الكونسبت واحد، احنا نستخدم لغه الجيم ديزاين في نعلم لغه الاشاره، فعملنا حولناها لديجيتال جيم او لعبه الكترونيه، بحيث ان الطفل اللي عنده مثلا اي جهاز بتاع العاب يقدر ان هو يلعب ويتعلم لغه الاشاره. ساعتها احنا مش محتاجين جهاز والتكلفه هتقل بشكل كبير. عملنا فعلا بروتوتايب للعبه للديجيتال جيم دي وجربناها وكانت ناجحه والناس عجبتهم، بس برضه ما زالت في مشكله ان الموضوع فيه تكلفه. اللي هيستخدم اللعبه دي لازم يبقى عنده حاجه زي الاكس بوكس او بلاي ستيشن، والبلاي ستيشن ده لازم يبقى فيه كينكت. الكينكت ده جهاز بيلقط الاشاره وبيشوف ان كان يعملها بروسيسنج ويقول لك ان كانت صح ولا لا. تاني، وده مش هيبقى متاح لكل اطفال كتير. فاكرين لما قلنا ان 80% من الاطفال الصم في الدول الناميه مش كلهم هيبقى عندهم القدره الشرائيه ان هم يبقى عندهم حاجه زي كده. تاني موضوع او تاني تحدي وده الاهم، ان احنا كان هدفنا مش ان الطفل يتفاعل مع الكمبيوتر، احنا عايزين الطفل الاصم يتفاعل مع الطفل اللي بيسمع، يتفاعلوا مع بعض ومن خلال التفاعل ده يلعبوا ويتعلموا. فطورنا الموضوع وبقت بورد جيم. اللي ما يعرفش البورد جيم، هي لعبه ورقيه يعني زي بنك الحظ او مونوبولي، لعبه معموله من الكرتون والورق، فبالتالي بقت افوردبل يعني بقت في متناول اي حد انه يبقى عنده من غير ما يبقى عنده لأجهزة ولا تجهيزات خاصه. تاني حاجه وده الاهم، ان بقى فيه انجيجمنت، بقى فيه تفاعل، والتفاعل ده خلى اللعبه مور فن، اكتر متعه. اللعبه ليها قصه. في يوم من الايام كان في بنت عايشه في قريه فوق الجبل، كل اهلها كانوا من الصم وكانوا بيتعاملوا مع بعض بلغه الاشاره. في يوم من الايام قررت انها تنزل وتكتشف المدينه، وبالفعل نزلت المدينه بس اكتشفت ان محدش يعرف اللغه بتاعتها، فحست بالضياع وبالعزله وان هي وحيده، لحد ما ظهر ثلاث اطفال قرروا ان هم ياخدوا المبادره ويعلموا المدينه لغه الاشاره، وبحيث ان هي تبقى امنه للبنت انها تتعامل مع اي حد في المدينه. ودول سميناهم ساين هيروز او ابطال الاشاره. اشرح لكم اللعبه. اللعبه هي بتمثل المدينه، عندنا كل كاتيجوري من دول او فئه بتمثل مكان في المدينه. انا عندي مثلا السوبر ماركت، عندي اسم الشرطه، النادي، محل الخضار والفاكهه، المدرسه، المستشفى، كل مكان من دول بيمثل حاجه في المدينه. ودور اللي بيلعبوا ان هم يتعلموا الاشارات دي، ولو اتعلموها يبقى هم قدروا يعلموها يقدروا يعلموها للمكان ده، والمكان هيبقى امن للبنت ان هي تتعامل معاه. الاشارات حاجه جميله ولذيذه ودمها خفيف، وممكن نلعب لعبه مع بعض دلوقتي مرتبطه بلعبتنا. انا هعمل لكم اشاره من كل حته في من مجموعه اماكن في المدينه، ونشوف ان كان حد هيعرفها ولا لا. جاهزين؟ تمام. نبتدي بالخضار والفاكهه، بما ان الاكل حلو والحاجات دي بتبقى ظريفه. هعمل لكم اشاره فاكهه وحد يقول لي دي ايه. صح. الصم ما بيسقفوش كده لكن بيعملوا كده، فانا هسقف لكم كده. هنسقف لها كده يا جماعه يا ديت لو سمحتوا. طيب هعمل لكم اشاره ثانيه، يا ريت تركزوا معايا، برضه حاجه من الفاكهه. مظبوط. شطار. طيب نختار مكان ثاني، هعمل لكم مكان كلنا بنحبه. اسم الشرطه. هعمل لكم اشاره وقولوا لي دي ايه. مظبوط. طيب هعمل لكم اشاره ثانيه من المدرسه. سبوره. هايل. طيب كل الاشارات اللي اتعلمتوها النهارده هي اشارات حقيقيه من لغه الاشاره المصريه، Egyptian Sign Language. هي لغه الاشاره بتختلف من مكان لمكان، هي مش حاجه انترناشونال كل الناس بعرفها، لا.
الاشاره عامله زي لغه الاشاره عامله زي اللغه بتاعتنا، فيها انجليزي وفرنساوي وايطالي ونرويجي، ففي ايجيبشن ساين لانجويج وامريكان ساين لانجويج، وكل دوله ليها الساين لانجويج بتاعتها، لان زي ما انتم شايفين هي مرتبطه بثقافه الناس وحياتهم اليوميه. ده مصر كمان ممكن يبقى تختلف لغه الاشاره بشكل بسيط ما بين ابلي وبحري، تخيلوا. طيب اللعبه بتاعتنا دي احنا جربناها، يعني اشتغلنا عليها بقى فتره كبيره، وجربناها في اكتر من مكان. جربناها في مصر وبره مصر. جربناها بره مثلا في مايكروسوفت نيد سنتر في بوسطن، وانجيجمنت لاب ات امسون كوليدج في بوسطن برضو. جربناها في رواندا، وجربناها في مصر في اكتر من جيم تيستينج ايفنت من تنظيم اليو ان دي بي. بس اكتر ناس استمتعنا بالتجارب اللعبه معاهم هم كانوا الاطفال. احنا جربنا اللعبه على سبيل المثال مع اطفال في جمعيه اسمها الوان واوتار. الاطفال كانوا سعداء جدا وكانوا مبسوطين وهما بيلعبوا. زميلتنا ايه وهي من الصم على فكره هي اللي كانت بتجربها معاهم، ابتدوا يلعبوا، ابتدوا يتعلموا الاشارات، وبعد ما خلصوا ظهر قدامنا حاجتين في غايه في الجمال اسعدونا جدا. اول حاجه ان هم الولاد قلنا الدور الواحد الطفل بيتعلم 72 كلمه ب 72 اشاره، فقلنا نشوف هم لسه فاكرين كام منهم، يا ترى ربعهم ولا نصهم ولا قد ايه. لقيناهم فاكرين ال 72 كلمه كلهم، وهم اطفال مثلا سنهم 8 سنين 9 سنين 10 سنين. تاني حاجه وده الاهم، إن حصل تعاطف ما بين الأطفال وما بين آية، ولقيناهم حبوها جدا. لو شفت الصورة اللي قبل دي لقيناهم بيحضنوها وبيعملوا لها إشارة اللي هي I love you، حصل ما بينهم تعاطف، وده أحد أهداف الألعاب عموما، تكريت إمباثي، بتخلق أو بتوجد تعاطف. فالأطفال حبوها، عرفوا عنها أكتر، كأنهم اكتشفوا حاجة جديدة إن في حد ناس زينا صحيح مختلفين، بس لا دول لزاز ونقدر نتفاعل معاهم. وده كان بصراحة يعتبر أحد نجاحات اللعبة. اللعبة الحمد لله خدنا أكتر من حاجة، بس آخرها ودي من الحاجات اللي كانت ظريفة إن إحنا خدنا واحد من أحسن 50 ابتكار في أفريقيا السنة دي، وتم عرض اللعبة في أفريكا إنوفيشن سوميت في رواندا، في كيجالي رواندا. اتعرضت في قمة أفريقيا للابتكار اللي اتعملت في كيجالي رواندا من شهرين. طيب أنا بقول إحنا بنقول ده ليه؟ تخيلوا معايا مدرسة زياد. دي كانت صورة اللي هم كانوا بيحضنوها فيها ومبسوطين قوي. تخيلوا معايا مدرسة زياد لو ما كانتش قررت إن هي تعمل حاجة وتتعلم لغة الإشارة عشان تتواصل مع زياد، وقالت أنا مالي، يعني المفروض الحكومة كانت وفرت مترجم وحد يبقى معاه في الفصل عشان يترجم له، أنا مالي، خلاص ما وفروش، خلاص أنا يعني مش عم يعني مش مسؤوليتي. تخيلوا زياد كان هيبقى عامل إزاي؟ في الغالب طبعًا كان هيسيب المدرسة وهيقول هيتعلم في البيت أو هيخش مدرسة خاصة بالأطفال الصم. وكان هيبقى شاعر ان هو استبعد من المجتمع، واكيد مش هيبقى فاهم ليه هو انا ليه استبعدت، واكيد ومش بس كده ده هيبقى حاسس اكيد باتجاه المجتمع بمشاعر فيها حزن والم. طيب لكن اللي عملته استاذه زياد مش بس خلى زياد سعيد وشخص فاعل زي اطفال بقيه الاطفال في المجتمع، ده فتح للاطفال التانيين فرصه انهم يعرفوا زياد ويتعاطفوا ويتفاعلوا معاه ويعملوا هما الاثنين مع بعض مستقبل افضل لبلدهم. انا بقول ده لان احنا فعلا لما تعرفنا على لما اشتغلنا معاهم مع الاشخاص ذوي الاعاقه عرفنا قد ايه الناس دي فعلا ناس مميزه وعندها قدرات وبتشوف العالم بشكل غيرنا بطريقه مختلفه. مصر فيها حوالي 15 مليون من ذوي الإعاقة، تخيلوا طاقة بشرية كبيرة قد إيه؟ لو الطاقة دي استغليناها ووفرنا لها المناخ الجيد إن هم يشتغلوا ويعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، هيبقى عاملين إزاي؟
كتير بعد ما بعمل توك او بتكلم مع حد في موضوع في الموضوع ده يحصل جدال ما بيننا، هم اسمهم ايه؟ هم اسمهم معاقين ولا ذوي اعاقه ولا ذوي احتياجات خاصه ولا ذوي قدرات خاصه؟ في الحقيقه المسمى مش مهم، المهم ان احنا نعمل حاجه تخليهم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي ويحسوا ان هم جزء من المجتمع. ده الاهم من ان احنا نختلف على المسميات. انا شايف ان احنا ضرنا ان احنا نكون صوت لكل شخص مهمش، سواء كان شخص ذوي اعاقه او طفل شوارع او لاجئ او محروم. نكون صوت لكل شخص بيتألم في صمت او صوته مش مسموع. نكون صوت لكل واحد ملوش صوت. شكرا.